أعرف بداية الشرارة دي حضرتك من وقتها شفت إزاي المسألة دي؟ بالظبط بالظبط يا استاذ ياسمين. الموضوع ده بدأ في سنة 11. كانت اثيوبيا بتزمع بناء سد في هذه المنطقة، سد صغير اسمه السد الحدودي، بوردر دام، كان سد صغير جدا. جم في سنة 11 ويبدو انهم استغلوا الاحداث اللي حصلت في مصر، وانهم تصوروا ان مصر مشغولة بالاحداث اللي فيها، واعلنوا عن مشروع قومي ساعتها، وقالوا اللي هو ذا جريت رينيسانس دام، السد النهضة العظيم، وانه مشروع يعني قومي، وانه سد كبير جدا، مساحة ارتفاعه اكثر من 140 متر، مساحة التخزين البحيرة اكثر من 74 مليار متر مكعب، وخلافه. طبعا احنا اول ما سمعنا هذا الكلام ده كان في حدود اغسطس 2011، حصل اتصالات مع الجانب الاثيوبي، وكان في زياره وقتها للرئيس، جه الرئيس ميليس الزناوي الى القاهره في وقت حكومه الدكتور عصام شرف، وعقد لقاء. طبعا جه قبلها وزير الخارجيه كان هايلي مريم دي سالين، اللي هو بعد كده بقى رئيس وزراء بعد ميليس الزناوي، وعقد اجتماعات معايا، وبعدين جه رئيس الوزراء وعقد اجتماعات مع الدكتور عصام شرف، وقال يامها كلمته المشهوره أن إثيوبيا لن تنتقص كوب ماء من حصة مصر في المياه. بعدها بشهور قليلة أنا كنت في إثيوبيا، والتقيت في مقابلة طويلة جدا مع الرئيس ميليس الزناوي، وأعاد علي تأكيد هذا الموضوع، أن هذا السد لن ينتقص من حصة مصر ولا كوب ماء. وبعدين بدأت الأمور تسير. وبعدين لو تفتكر حضرتك سنة 2000 وفي أوائل 2013، لما أعلن عن إن بدأوا يبنوا في السد، وبدأوا يحولوا مجرى نهر النيل للبناء السد، وطبعا رد الفعل الشعبي المفهوم والمبرر في الحقيقة في مصر لهذا الموضوع، رد الفعل الشعبي القوي في هذا الوقت، وحصل طبعا عمليات شد وجذب. فأنا سافرت إلى إثيوبيا، والتقيت وزير الخارجيه وقتها اللي هو الوزير توادروس، اللي هو حاليا رئيس هيئه منظمه الصحه العالميه، والتقينا في لقاء طويل هقول لك يمكن استمر تقريبا 24 ساعه بدون انقطاع ما عدا يعني سويعات قليله يعني. وفي نهايه اللقاء طبعا بعد اخذ ورد طويل جدا، خرجنا بتوافق مكتوب ان هذا السد لا يؤثر على حصه مصر من المياه، وان اي تاثير يعني لن يكون تأثير ملموس. وإحنا طبعا كان موقفنا إنك أنت لو تفتكر سيادتك وقتها كان في حاجة اسمها اللجنة الفنية الثلاثية، اللي هي بتبحث بيننا وبين السودان وإثيوبيا، وفي خبراء دوليين موجودين من بريطانيا وألمانيا وجنوب أفريقيا، بيبحثوا آثار السد على بالذات على دولتي المصب، دولة الممر ودولة المصب اللي هي مصر، يعني السودان ومصر. التقرير اللي صدر عن هذه اللجنة كان واضح جدا في انه ما زال هناك احتياج لدراسات اخرى اضافيه على ثلاث محاور. المحور الاول موضوع امان السد، انهم ليسوا متاكدين من ان امان السد درس يعني دراسه كافيه. الشركه اللي عملت السد هي شركه ايطاليه انشات سدود قبل كده في اثيوبيا، وسد منهم انهار، بس طبعا كان سد صغير فلم يؤثر كثيرا يعني. الموضوع الثاني اللي كان يجب ان يدرس موضوع الآثار البيئية على الدول اللي بيمشي فيها مجرى النيل. هذا السد سيغطي مساحة كبيرة جدا مزروعة، ولم يتم إزالة المزروعات، وبالتالي فإن المية مع المزروعات الموجودة هينتج عنها توليد غاز الميثان اللي ممكن يلوث المياه. الحاجة الثالثة طبعا واللي بتهمنا جدا في المقام الأول هو حصيلة المياه اللي بتصل للدول، بالذات دولة المصب اللي هي مصر. التقرير كان واضح ان هناك حاجه لدراسات اضافيه. كانت طبعا اثيوبيا بترفض هذا وبتقول ابدا، ده التقرير بيقول ان ده مصلحه الدول كلها. بعد المباحثات مع الوزير توادروس وافق على راينا، واصدرنا بيان مكتوب وموقع عليه مني ومنه، بيقول ان هناك حاجه لدراسات اضافيه، وان مصر تدعو في بحر اسبوع لعقد الاجتماع للدول الثلاث. واحنا يمكن يعني سياده السفير اعذرني على مقاطعه حضرتك، احنا كمان الجانب الفني عايز اقول ان احنا بعد قليل هيبقى معانا حوار مفصل فيما يتعلق بالجانب الفني، لكن حضرتك ذكرت اكتر من نقطه مهمه جدا تخلينا سياده السفير نتساءل، ايه اللي خلى اثيوبيا تخل بكل هذه الاتفاقيات من 2011 حتى 2020؟ بالظبط، هو ده اللي انا كنت في الحقيقه عاوز اوصل له، لان هم بيقول لك وقتها التزموا حتى بان لو ثبت ان في اضرار محسوس على دوله المصب، انهم مستعدين يغيروا في تصميم السد. طبعا ده كان في البدايات الاولى.
اللي حصل طبعا انهم فضلوا يسوفوا في الموضوع وبخلافه، يعني بهدف انهم يضعوا مصر والسودان امام امر واقع. طبعا ده يعني برضه في النهايه برضه يعني صعب انك تضعي مصر امام امر واقع بالنسبه لموضوع حيوي زي موضوع المياه. فالنهارده انا شايف طبعا، انا طبعا مانيش يعني مانيش على درايه تامه بما يدور في المباحثات، انما اللي انا شايفه ان في مماطله من الجانب الاثيوبي على مدار الفتره الماضيه، وما زالوا الى الان في مماطله. يعني في اخر اسبوع شفنا تصريحات كثيره متضاربه، وزير الري بيقول احنا بدانا نملى السد، وبيرجع تاني يقول لا ده احنا مش بنملى السد، ده دي الميه دي من الامطار الطبيعيه. طبعا ده موضوع ممكن نتحقق منه بسهوله من صور الاقمار الصناعيه وتتحلل يعني. انما شايف ان ما زالت اثيوبيا بتحاول تماطل. انما اللي انا عاوز اقوله من ناحيه حتى يعني بلاش الناحيه الفنيه، من الناحيه القانونيه، ان يعني في سدود بنيت بهذا الحجم على ممرات مائيه اخرى في اسيا وفي امريكا اللاتينيه. هذا هو السد الوحيد اللي بني بدون ان يكون هناك اتفاق واضح جدا بين الدول التي تتاثر بكل تفاصيل السد، طريقه ملء السد، التشغيل، فترات التشغيل، فترات التشغيل في الاوقات اللي فيها فيضانات منخفضه. ده حتى في بعض السدود ان في تبقى الاداره مشتركه بين الدوله اللي فيها السد وبين الدول الاخرى المتاثره.